وصفتنا النهاردة وصفة جميلة ولذيذة وغنية بالفيتامينات، وصفة رز بالكبدة الفراخ والتفاح، وإن شاء الله تحوز على عجبكم. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعضين. هننزل بمعلقتين زيت واتنين مكعب زبدة، وهنضيف عليهم 150 جرام كبدة فراخ. وبعد ما الكبدة استوت هنضيف عليها تفاحية متقشرة، نص معلقة قرفة ورشة فلفل اسود، وهنضيف ربع كيلو رز. وبعد كده هنضيف بصلاية، وهنحط 3 ورقات لورا، وهنضيف 3 حبات حبهان، نص معلقة ملح، وهنضيف كوبايتين شوربة، وهنقلبه ونغطي الحلة ونسيبه يستوي على نار هادية. وبعد ما الرز هيتشرب هننزل ب 100 جرام كريمة لباني، وهنسيبه على نار هادية لمدة 2 دقيقة. وكده الرز بتاعنا استوى زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نقدمه مع بعضين. ودي كانت وصفتنا النهاردة لرز كبدة الفراخ بالتفاح، ويا رب تكون عجبتكم، ونشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.